اشتريت طيور وبعد فترة ماتت. ثلاث نصائح من ذهب، إذا سمعتهم طبقتهم ما راح تنوش طيورك حتى لو بعد ما تشتري. هذا الفيديو موجه لكل إنسان حاب يشتري طيور، وموجه للأخ محمد أو حمودي ملك الكناري في اسطنبول. طبعا الأخ بعث لي طيور والحمد لله رب العالمين اليوم وصلتني مثل ما كنتم شايفين ما شاء الله تبارك الرحمن من نوع الإيزابيل. وصلتنا طيور. شكاني بالموضوع انه ابو النصر في بعض الناس عم بعت له طيور سليمه وعم بيقول لي مات الطير او مرض الطير. تمام؟ ايوه. ليش عم يمرض الطير؟ ليش عم يمرض الطير؟ اول شغله بعض الاحيان بيكون خطا من البائع، وبعض الاحيان بيكون خطا من المشتري، وبعض الاحيان ما في خطا من اثنين نتيجه النقل. المكان لما انت بدك تبيع الطيور وتبعت له اياها لواحد ثاني، حاول يكون القفص كله مغلف، ما يجي اي تيارات هوائيه. ايضا انت لما بتشتري طير عرف منين عم تشتري الطير. ايضا لما الطير بنحط بمكان وبيوصل لعندك لمكان ثاني، انا اليوم اشتريت هاي الطيور باسطنبول، ما بيصير اول ما بيوصلني الطير فوته على غرفه انتاجي. ما بيصير قدم له جميع انواع التغذيه اول ما بيوصل على غرفه انتاجي. لازم يكون في عندي خبره كافيه بسيطه اعرف كيف اتعامل مع هذا الطير. لما بيوصلك الطير بيكون واصلك تعبان مرهق، وهذا امر طبيعي جدا نتيجه السفر. فانت لما بيوصلك الطير مباشره بتحطه بقفص بعيدا عن طيورك، ما بيصير يكون في غرفه انتاجك، بعيدا عن طيورك. تعطيه لقاح ضد الفاش، يعني اوفرماكتين اكزولت. تعطيه ماء استحمام، تقدم له فيتامينات وروافع مناعه لحتى الطير إذا كان في شيء بسيط من الإرهاق ما يتحول لمرض ويتعبك. الطير لما عم بيوصل لعندك ممكن يكون أكل من براسه، ممكن يكون شربان مي ملوثة، ممكن يكون أخذ تيار هوائي، فأنت لازم مباشرة تتعامل مع هذا الطير حسب الحالة اللي وصلك فيها الطير. أنا اليوم لما عم بشتري أي نوع من أنواع الطيور عم بفحص البطن، عم بفحص الريش، وبعد منها بشتري. أما أنت تروح طب غم اشترينا الطير، وصل لعند الطير، حطيته بالقفص، قدمت له بيض، قدمت له تفاح، قدمت له ما بعرف شو، والطير بعد يومين ثلاثة الو معلم والله الطير اللي بعث لي اياه مرضان. لا يا حبيبي الطير بعث لك اياه سليم. بس انت ما عرفت تتعامل مع الطير اول ما وصلك. فنصيحتي لكل مربي اشترى طير جديد، اول شغله دور على مصدر موثوق، في عندي ثلاث اشخاص فيك تشتري منهم. لانه عم بيخافوا الله بموضوع المبيع والشراء، الطير اللي عم تلاقيه بالسوق حقه 5000 عم بيعك اياه ب 2000. الطير اللي عم تلاقيه ب 2000 عم بيعك اياه ب 1500، يعني عم يضل في عنده مرحمه بقيه عن بقيه المربين او بقيه التجار. في عندنا هذا محمد ملك الكناري، هذا باسطنبول، في الحر كمان باسطنبول، في ابو عبيده بغازي عنده. هذول الثلاثه فيك تتعامل معهم بالبيع والشراء وبيكفروا الطير اللي عم بيعطوك اياه. يعني بيقول لك طير سليم يعني سليم. وانت لما بدك تشتري من عندي ولا من عند غيري؟ من عندي انا ولا من عند غيري؟ بدك تلاحظ عده امور او بدك تفهم عده امور. اول شغله لازم تصور البطن تبع الطير، يصور لك بطن الطير فيديو ويبعث لك اياه. بتشوف بطن الطير. ثاني امر يصور لك الريش تناسب الريش. رابع امر واهمها لما بيوصل لعندك الطير تنتبه اذا كان في اثناء نقل الطيور في طيور ثانية معاه بالقفص او معاه طيور موجودة داخل الشحنة. لانه نتيجة نقل ايام، ليش اقول خطا من ايام الشركة؟ عدة تجار اتفقوا مع شركة يبعثوا في الطيور، ممكن احد هاي الاقفاص المبعوثة فيها مرض فبينتقل لطارق. فانت احترازيا ممنوع تدخل طيرك على بقية الطيور. احترازيا ممنوع تدخل طيرك على بقية الطيور. يعني اقل شيء من 15 ل 25 يوم، ليش؟ لانه اذا كان في اي نوع من انواع الامراض المعدية بتظهر على الطائر. بتظهر على الطير. فبدك تنتبهوا لهالمواضيع. لما بوصل الطير اول شغله بسويها فيه انا بعطيه لقاح ضد الفاش. اوفوميك اوفرماكتين اكزول، بعطيه طبيعي فيني اعطيه طبيعي. ما اعشاب فيني اعطيه اعشاب ضد الفاش، نظف الطير بشكل كامل. بقدم له روافع مناعة، بقدم له فيتامينات. بعد هيك بدخله على غرفة الإنتاج. لما بشوفه سليم بدخله على غرفة الإنتاج. طيب ليش الطير يا أبو النصر في بعض المربين بعض التجار
بيكون عنده الطير عم بيغرد بالقفص وعم يترقص على العيدان، بس صار عندي ثاني يوم بيموت. ثاني يوم بيموت؟ نعم ثاني يوم بيموت. بيكون عاطيه مواد بتسوي له نشاط داخل القفص وانت بتتعبى فيه. ليش عقلك؟ بتصور البطن. بتصور البطن. برجع بكرر، بتصور البطن، بتشوف بطن الطير. طيب يا ابو النصر انا ما عندي خبره كافيه بموضوع الامراض، في عندي حلقه على قناه يوتيوب اسمها 20 دقيقه من تشخيص الامراض المعويه، اكتب فن تربيه الطيور 20 دقيقه من تشخيص الامراض المعويه بتطلع لك هاي الحلقه. شوفها. وقتها روح اشتري. وقتها روح اشتري. طيب شو اهم الطيور علامات المميز للطير المعشري؟ اذا كان كبير في العمر، شلون بعرفه؟ من القشور الموجوده على الرجلين. إذا شفت الريش مو متناسق مو متكامل، إذا شفت في حالات جص، إذا شفت العين هار حول الريش، لا تشتري. لا تشتري. بتمنى يكون وصلت لكم فكرة كافية، وبتمنى التوفيق للجميع، ولا تبخلوا علينا باللايك والشير والاشتراك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.